تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، وقد نجحت الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. وزارة الداخلية تواصل شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتتمكن خلال 4 أيام من ضبط 89 قاضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي. ومن أبرز تلك القضايا نجاح الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط 6 تشكيلات عصابية بأسيوط وسوهاج وقنا لقيام عناصرها بالإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهم قرابة 32 مليون جنيه. الإدارة نجحت في ضبط 3 تشكيلات عصابية بالبحيرة والمنيا وقنا. عناصر تلك التشكيلات تمارس نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغب شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي أكثر من 16 مليون جنيه. وفي إطار الجهود الأمنية للتصدي لجرائم استغلال النفوذ، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي وقام بالتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 6 ملايين جنيه غرامات مستحقة لخزانة الدولة. في الاتجاه ذاته تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي وإصدار ترخيص بناء مزور لمالك عقار من خلال اصطناع صورة طبق الأصل من الترخيص ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة محل عملهما، الأمر الذي مكنه من البناء بدون ترخيص وهو ما أدى إلى إهدار المال العام. في إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب الشركات والاستيلاء على بضائع منهم عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات، وبلغ قيمة البضائع المستولى عليها 2,800,000 جنيه، مع سداد جزء من المبلغ كمقدم من قيمة البضائع، وعقب ذلك تم إغلاق مقر الشركة. في الإطار ذاته نجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها، وتوقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المستولى عليها. وعلى صعيد مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزته المحررات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في التزوير. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمطروح لقيام عناصره بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة.